على متن هذا الشيء وليباشر فهد عمله اليومي المعتاد سائقا ومشغلا لهذه المعدة الصفراء الملازمة له منذ الصغر. بالنسبة للمعدات أنا يعني اتجهت لها من صغري لأن فيها خير، فيها رزق. عملنا نعم يعني شوي نشاق، يعني زي ما أنتم شايفين الآن على الشمس، سطوعة الشمس وهذا، ولكن عمل فيه خير وفيه رزق، فائدة كبيرة شايف للمواطن السعودي. يعني المواطن يفكر إيش إن هذه ما فيها دخل، لا بالعكس فيها دخل، فيها دخل ممتاز جدا جدا جدا. وكانوا زمان أبانا وأجدادنا شغالين في المهنة هذه شايف، ما في كان موضوع أجانب. الآن تسيطرت عليها موضوع الأجانب سيطرة كاملة. يقضي فهد أغلب ساعات نهاره بظل شيوله. هذا الشاب يعمل في دفان المنازل وتمهيد الطرق وتوريد التربة. بالنسبة للمعدات يعني سواقة ما شاء الله فيها احتراف شايف، حرفية يعني سهلة حرفيتها يعني جدا، ما هي صعبة على الواحد، كأنه يسوق سيارة صغيرة يعني ما هي فيها صعوبة، يعني احترافية وسواقتها يعني فن، ما هي الصعوبة فيها وممتازة جدا يعني. وأنا أنصح فيها يعني كثير من الشباب بالذات الشباب السعوديين أنصحهم أنهم يعملوا في المجال هذا. من يعني الواحد يجي يشوف معدة كبيرة وهذا يخاف منها، لا بالعكس سهلة جدا سواقتها وأمورها ممتازة، فيها دخل يعني مستحيل جيبتك تفضى مستحيل شايف. يعني اللي يفكر أنا أقول لك أحسن من راتب الموظف شايف، بس يشتغل يتوجه لها. يحفز التوسع في قطاع البناء والتشييد في السعودية سائق الشياول على البقاء في مهنتهم، خصوصا مع الطلب المتزايد على هذه المعدات. MBC مصر المزهم تبوك.